مستمرين مع حضراتكم وحديثنا عن الإقليم وما يحدث فيه من تهديدات وتصاعد للتوتر الفترة السابقة أو الأيام اللي فاتت، وإحنا بنتابع مع حضراتكم. ويمكن النهاردة حزب الله اللبناني أعلن استهداف قاعدة إسرائيلية للمراقبة الجوية ب 62 صاروخ، وده رد أول هم قالوا كده على اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العروري من أيام. وكانت حركة حماس أعلنت عن اغتيال نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العروري يوم الثلاث اللي فات في استهداف إسرائيلي في بيروت، وده بنعتبره أول رد، أو هم كمان قالوا كده، لحزب الله اللبناني على هذا الاغتيال. معنا دلوقتي على التليفون أستاذ تامر كركي الإعلامي والباحث السياسي اللبناني. مساء الخير على حضرتك، ويعني إلى أي مدى يعتبر هذا رد أولي من حزب الله اللبناني، وإلى أي مدى يعني ترى هذا الرد رد مناسب لاغتيال صالح العروري من قبل حزب الله، بعدما يعني كان هناك تصريحات من سيد حسن نصر الله أن أي مساس بأي يعني فرد على أراضي لبنانية سيكون الرد حاسم من قبل حزب الله. طبعا مساء الخير ست هدير، تحية لك ولكل مشاهدي شاشتكم الكريمة، ولمصر وللشعب مصر دوام التقدم والأمن والأمان والبحبوحة. طبعا جاء هذا الاستهداف لهذه القاعدة التي هي من ضمن قاعدتين أو موقعين أساسيين في شمال فلسطين المحتلة وفي جنوب فلسطين المحتلة، ردا على ما حصل من اغتيال ثلاثة أيام تقريبا. هذا الاغتيال الذي حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يأخذه كنصر تكتيكي معنوي يعود من خلاله إلى الرأي العام الداخلي، وضربة معنوية داخل معقل الحزب في الضاحية الجنوبية، وإثارة البلبلة والقلاقل داخل الحيثية الشعبية للحزب هناك. لذلك تخطى خطين حمراوين أساسيين، المكان والقدر القيمي لهذه الشخصية القيادية المقاومة. ثاني نقطة ضرب الضاحية وعلى بعد أمتار من العاصمة بيروت طبعا. لذلك استعمل الحزب اليوم ردا أوليا، وكان يستطيع أن يقول الرد من الردود أو رد مناسب، استعمل الرد أولي ليبقي الأمور مفتوحة. خسائر إسرائيل من هذا الرد أستاذ سامر بالذات، ما هي الخسائر؟ خسائر إسرائيل من هذا الرد الأولي من حزب الله. طبعا أنت تعرفين في لغة الإعلام وفي التعامل مع إسرائيل أن إسرائيل في كبير على صلاوة شمالية، لقد ضرب الحزب الكثير من مواقع التجسس مصطوط على أستاذ سامر. واضح أنه في مشكلة في الصوت، نحاول نعود الاتصال بحضرتك. كنا بنشير مع حضراتكم للرد الأولي لحزب الله اللبناني على ما فعلته إسرائيل من اغتيال لصالح العروري يوم الثلاث اللي فات في بيروت، وكان هذا الرد باستهدافهم لقاعدة إسرائيلية بالأساس معنية بتنظيم وتنسيق وإدارة كامل العمليات الجوية باتجاه سوريا ولبنان وتركيا وقبرص والقسم الشمالي من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. دي المركز الرئيسي، دي القاعدة لعمليات التشويش الإلكتروني على الاتجاهات اللي أنا ذكرتها لحضراتكم، وبيعمل فيها نخبة من الضباط والجنود الإسرائيليين، ده على حسب ما ذكر حزب الله اللبناني.